السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة من المرشد الزراعي. النهاردة بنتكلم في محصول حقيقة من المحاصيل الهامة جدا عند المواطن المصري، بل هو من الوجبات الرئيسية، الفول البلدي. وإحنا دايما وأبدا الحقيقة بنتكلم في هذا الملف لأنه من الملفات المهمة ومن الملفات اللي لازم نتابعها دائما وأبدا. عندنا موجة برد قارصة شديدة قاسية جدا جدا على كل أنواع الكائنات الحية، سواء الإنسان الحيوان وأيضا النباتات. هل الفول البلدي يتأثر تأثر شديد بهذا الجو القارس الجو البارد، خصوصا أن احنا في مصر مش متعودين على هذه الأجواء القاسية والأجواء الباردة بهذه الدرجة الشديدة؟ الجو السنة دي الحقيقة فاجئنا، على قد ما هو تأخر كتير جدا في ان هو يشعرنا بدخول فصل الشتاء، على قد ما هو يعني فاجئنا مفاجأة قاسية جدا جدا. فخلونا نبدأ حلقتنا النهاردة عن الفول البلدي بالسؤال الأهم: هل التغيرات المناخية في هذا العام أثرت تأثر جذري على محصول الفول البلدي ولا لا؟ معانا دكتور سلامة أحمد سلامة، باحث بقسم أمراض المحاصيل البقولية بمعهد بحوث أمراض النباتات. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيب. البرد الشديد شديد قوي. طبعا شديد، وطبعا ده يعني احنا كنا فين في الصيف، قعدنا الفترة لحد شهر 11 ما فيش حد ايه لبس شتوي، لحد ما فاجئنا قلنا الشتاء مش جاي، الشتاء مش جاي السنه دي. طبعا التغيرات المناخيه والحاجات دي هتاثر على المحاصيل. وطبعا المحصول الفول البلدي ده يعتبر من المحاصيل الاستراتيجيه. طبعا ما فيش بيت في مصر ما يقدرش يستغنى عن الفول، ولا بيفطر فول، لان ممكن انت بتستهلك الفول ده يا اما بطريقه، يا اما في صوره القرون بتاعته الخضراء، او في صوره جافه في طبق الفول. طبعا الفول الصبح على الفطار، وجبة الفطار الرئيسية لمعظم المصريين، وطبعا عشان خصوصا هي طبعا لنظر لاحتوائه على انه بروتين رخيص الثمن وكربوهيدرات. وطبعا الفول ده هو ربنا بداله ميزة ميزه بيها عن بقية المحاصيل النباتية، انه هو بيعمل عملية تثبيت للأزوت الجوي، يعني ان الفول ده بتكون على جذوره بعض العقد البكتيرية اللي بتثبت الأزوت الجوي، بتوفر على المحصول، بتحاول بتسيب في التربة حوالي 200 ل 300 كيلو جرام أزوت بيستفيد منها المحصول اللاحق، وبالتالي هو بنوفر كمية الأزوت، لأن طبعا الأزوت والأسمدة والحاجات دي لها دور كبير جدا في خصوصا في الأمراض، خصوصا أنا رأيي تخصص أمراض نبات، وهناخد طبعا نتكلم عن الامراض النبات، امراض يعني ايه مرض نباتي. المرض النباتي ده عباره عن ايه؟ هي عباره عن التغيرات الايه التي تحدث للنبات، تطرا عليه بنتيجه تعرضه لكائنات حيه، مسببات مرضيه او ظروف جويه من حراره، رطوبه، امطار شديده. ده كله بيأثر على الفول، وبالتالي بيأثر عليه في صورة أعراض مرضية إحنا نشوفها، بالتالي بتأثر على المحصول وتعمل عملية نقص في الكم والجودة بتاعت الفول. تعمل عملية نقص في الكم والجودة ولا تبدأ بظهور بعض الأمراض النباتية الصريحة لمحصول؟ لا طبعا، لا أو خصوصا لما الأمر طبعا هتأثر على الكم والجودة، وهتدينا إيه؟ هتدي على المحصول أعراض مرضية إحنا نشوفها. الفول يصاب بمجموعة من الإيه؟ بالأمراض. في مجموعة من الأمراض بتصيب المجموع الجذري، ومجموعة من الأمراض بتصيب المجموع الخضري زي التبقعات والصدى والأمراض الفيروسية. طبعا اللي هي اللي بتسبب امراض الجذور والذهول دي بتبقى مجموعه مسببات مرضيه غير مرئيه، يعني ما تشوفهاش بالعين المجرده، تبقى موجوده في التربه، في سطح داخل تحت سطح التربه. فبالتالي يجي المزارع لما هو بيزرع الفول طبعا بيتخذ الاجراءات، احنا بنقول للجميع اللي هو عايز يزرع فول لابد انت عندك باك جراوند، عندك خلفيه من في المحصول، ازاي ان انت تشوف انت هل المحصول بتاعك ده ايه، هو المحصول اللي هو السابق زي موقع الفول في الايه في الدوره الزراعيه. انت بتيجي بتعمل اول حاجه ايه، تجيب ايه، تجهز الارض للزراعه، بتجهزها بناء على العمليات الزراعيه الجيده. العمليات الزراعيه الجيده ديت هي اللي بتخلي ان انا بقلل من ظهور الامراض، وبتقلل من بتخلي ان النبات يبقى ذو صحه جيده،
وبالتالي النبات لما 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 انا هعمل له عمليات زراعيه جيده، يقصد ايه بالعمليات الزراعيه الجيده؟ ان انا باخد صنف معتمد، بجيب صنف من مكان موثوق منه من الاداره المركزيه للتقاوي او معهد المحاصيل الحقليه، وبالتالي ان انا برضو بجهز الارض بتاعتي اللي هي معهد الزراعه، بجهزها تجهيز كويس، بجهزها من عمليات حرث وتزحيف وعمليه اجراء عمليه تخطيط بالمعدل المطلوب، 12 خط في الاسبطين، وبعد كده عمليه ان اقسم الارض احواض ليه؟ عشان انا اتحكم في عمليه الايه الري. بعد كده ابدا ازرع البذره. طبعا في حاجه تانية ان الفول طبعا عشان هو طبعا زي ما قلت في البدايه ان هو بيكون العقد الجذريه اللي بتثبت الازوت الجوي، طبعا في ممكن كل فتره كل سنه لو هزرع فول في الاراضي القديمه ديت اجيب كيس عقدين واضيفه للبذره ديت، وبالتالي انا ازرع البذره وازرع البذره المعامله بالعقدين، فبالتالي ده هيوفر لي ايه ان في التسميد الازوتي، وانا ولما اعمل عمليه ترشيد في التسميد الازوتي هيضطر ان النبات هيبقى كويس، نبات الصحه كويسه، ونبات ما يكونش عرضه للايه، ما يديش مجموع خضر كبير، فبالتالي عرضه للايه الاصابه بالايه بالمسببات الفطريه. طبعا المسببات الفطريه زي ما قلنا الامراض اللي هي العفان الجذور والذبول، طبعا دي اللي هي بيلاحظها ازاي المزارع؟ ان هو بعد ما بيزرع في يزرع الخطوط بتاعته، فبالتالي ان هو بيلاقي بعض غياب بعض الجور، الجور ما تظهرش، يعني مثلا زارع على في المعدل المطلوب في المسافات المطلوبه بيلاقي مثلا جوره غايبه وده غايبه. طب هو لما بيجي طبعا لو عمل عمليه يعني حفر للجوره ديت هيلاقي البذره متعفنه، فبالتالي دي هي مسببات مرضيه بتسبب ايه موت للبذره قبل ظهورها في سطح التربه. طيب قبل ما نتكلم عن المكافحه، وطبعا ده يعني الترتيب المنطقي للكلام عن التغيرات المناخيه، احنا عندنا بعض المحاصيل صديقة للأجواء الباردة. تمام. ده في الطبيعي، في هذا الجو القارس تبقى المحاصيل الصديقة صديقة للأجواء الباردة ولا لا؟ لا طبعا بتتغير، يعني خصوصا عشان احنا ان المحاصيل بتتصنف الاول في محاصيل شتويه وفي محاصيل صيفيه، والمحاصيل الشتويه اللي معروفه ايه يعني اغلبها محاصيل بقوليه، وطبعا موقع الفول نفسه الفول البلدي في الدوره الزراعيه، وموقعه طبعا بيتنافس مع محصول، طبعا في عندنا المحصول الرئيسي اللي هو محصول قمح، وطبعا المحصول الايه الثاني اللي هو المحصول العلف المهم اللي هو البرسيم المصري، فبالتالي ان المحاصيل في ظل الظروف اللي هي التغيرات المناخيه اللي بتحدث اللي هي حادثه على مستوى العالم ديت، بيحصل ايه ان المحاصيل ما بتبقاش ايه ما بتقدرش ساعات تقاوم الايه البرد والحاجات دي، فلابد ان احنا نتغلب عليها في البرد. انا رايي ان نتغلب عليها ان احنا باستخدام العمليات الزراعيه الجيده. انا عارفه انه بنبقى حاطين دائما بعض الخطوات او الخطط الاستباقيه. تمام. اذا حصل كذا فهنتعامل بالشكل الفلاني مع المحصول. تمام. انا عارفه ان احنا ما كناش متوقعين طبعا. تمام. كلنا ما كناش متوقعين حتى انه خبراء الارصاد يعني كانوا بين او لا هتحصل هذه الاجواء او فعلا هنعيش هذه الاجواء في هذه الايام او لا. ده معناه ان احنا بنغير خطتنا مع التعامل لمكافحه الامراض او مكافحه او محاربه الاجواء البارده ضد الفول البلدي؟ طبعا. ازاي؟ طبعا لابد ان انا عشان انا عارف ان انا زارع المحصول، طبعا لما قلت في ميعاد الزراعه المناسب، سواء في وجه المحصول، طبعا الفول بيتزرع في وجه بحري وجه قبلي، وطبعا باين عارف ان انا بزرع الفول في الوقت المناسب، ابدا انا بعرف ان التغيرات الجويه ابدا اعمل عمليه الايه الحاجات اللي هي الوقائيه، الرش الوقائي عشان طبعا لنتيجه انخفاض درجه الحراره وزياده الرطوبه وسقوط الامطار هيحصل ايه؟ هيحصل فيه انتشار مسببات، لان المسبب المرضي منتشر، موجود فين؟ موجود في التربه، موجود في الهواء، موجود ايه اللي بيخليه؟ لان احنا عندنا في الامراض النباتيه في حاجه بتحكمنا في ظهور المرض النباتي، ايه هي؟ في حاجه اسمه مثلث المرضي، المثلث المرضي ديت ده ثلاث اضلاع، ايه هم ثلاث اضلاعه؟ اللي هو العائل النباتي، وثاني حاجه اللي هو المسبب او الكائن الحي، ثالث حاجه اللي هو ايه؟ الظروف البيئيه، اذا اجتمعت الثلاث عوامل دول او الثلاث اضلاع المثلث هيظهر المرض النباتي، لو عندي عائل موجود وعندي مسبب مرضي لكن الظروف بتاعته مش ملائمه في وجود مثلا حراره منخفضه، حراره مرتفعه، سقوط امطار، رطوبه عاليه، فالفطر مش هيقدر او المسبب المرضي مش هيقدر يتلائم يقدر يعيش، لان ده كان حي عايز يعيش على كان حي نفسه على كان حي، فطبعا الظروف مش ملائمه ليه ان هو يظهر، فبالتالي مش هيظهر مش هيسبب ظهور المسبب المرضي مش هيظهر المرض على الايه
على النبات. ده لا بد من المثلث المرضي اركانه او اضلاعه الثلاثه تتكون او تتشابه، او لازم تتلقى في نقطه واحده، لازم موجودين في يعني في منتصف الايه اللي هي العائل والمسبب المرضي والايه والظروف الجويه العوامل البيئيه. جميل. طيب واحنا بنتكلم عن الامراض، يعني خلينا بقى ما نتكلمش المره دي على المكافحه بشكل صريح، احنا ازاي هنكافح الامراض 1 2 3. خلينا نرجع للعمليات الزراعيه اولا. تمام. واللي هي بتمثل جزء كبير جدا جدا من وقايه النبات من الاصابه بالامراض، وبعد كده نتكلم عن المكافحه في او مكافحه الامراض في ظل هذه الاجواء. تمام. العمليه الزراعيه طبعا انا بشوف ان انا الفول طبعا مواعيد زراعته طبعا في خلال من نصف الثاني من اكتوبر حتى النصف الاول من ايه من نوفمبر. طبعا النصف الثاني من اكتوبر ده تبقى فين؟ في وجه ابلي، والنصف الاول من نوفمبر ده فين؟ في وجه بحري. ابدا انا اعمل اشوف الايه المحصول اللي انا اللي قبل كده ايه، او اولا انا عارف تاريخ ارض ايه، او الزراعه الارض بتاعتي ايه، هاي الارض بتاعتي موبوءه بالهلوك، هاي الارض بتاعتي فيها نسبه حشائش عاليه، هاي اشوف طريقه الزراعه الملائمه اللي انا هقدر اتغلب بيها على هذه الايه المسببات وعلى هذه الايه الحاجات اللي هتعوق ايه انتاج المحصول. فانا ابدا اول اعمل حاجه عمليه حرس وتزحيف للارض بطريقه جيده، ان انا ابدا بعمل لها عمليه الحرس، والحرس ده مهم جدا في عمليه مقاومه الامراض. ليه؟ لان انا بعرض الطبقه اللي هي تحت سطح التربه للشمس، فان الشمس دي هتبدا عمليه ايه عمليه قتل او التخلص من ايه من الايه من الجراثيم والمسبب المرضي اللي موجود ايه سطح التربه اللي انا مش شايفه بعيني، واللي هو هيهاجم الايه البذره عند ما ايه احطها فين في التربه. جميل. دي اول حاجه. جميل. طيب بعد كده او المرحله التاليه لهذه المرحله بعد ما عمليه الحذف اللي هو الحرس والتزحيف والتخطيط بالمعدل زي اللي انا قلته قبل كده، هبدا عمليه اشوف طبعا انا لو ارضي ما يعني فيها حشائش كتير وبتاع ده ممكن ازرع الفول بطريقه حراتي، ان انا بعد اروي الارض ريه كدابه علشان يتم نمو الحشائش والحاجات ديت، وممكن انبات بعض البذور والحاجات اللي هي هتضر النبات بتاعي. بعد كده ابدا ازرع النباتات بمعدل ان انا بس في البدايه اول حاجه ان انا بختار الصنف، ما اعملش الصنف المعتمد الاصناف الموصي بيها. في حاجه ان احنا عندنا طبعا وحضرتك شفت السنه اللي فاتت او اللي قبلها في القمح والسياسه الصنفيه والامراض الاصداء والكلام ده، ففي لازم ان انا اتبع حاجه اسمها سياسه صنفيه. اقول لك الصنف ده متوصي بيه في وجه بحري، ازرع في وجه بحري، في وجه قبلي، في وجه قبلي، في الاراضي الجديده الاراضي النبريه وشمال التحرير والكلام ده اهوت ازرع فيها الايه ازرع بيها الصنف الموسمي، لان انا لو زرعت في ميعاد مناسب وصنف معتمد وتم اتخاذ جميع العمليات الزراعيه هتم طبعا الحصول على انتاج عالي، وبالتالي هعمل عمليه وقايه من ايه من الامراض اللي بتصيب الايه، او ان انا هقدر هعمل عمليه تخفيض الايه للامراض اللي هتصيب المحصول بتاعي بعد الري. وخليني قبل ما ننتقل للعمليه الزراعيه اللي بتالي عمليه الري طبعا، وهي من العمليات الزراعيه الهامه جدا، عمليه الري في ظل هذه الاجواء بتختلف؟ طبعا بتختلف. إزاي؟ بتختلف طبقا لطبيعه الارض نفسها. طبعا الاراضي في الاراضي الطينيه بتاعتنا في وجه بحري غير الاراضي الاراضي في وجه قبلي، وطبعا ظروف الجو في وجه قبلي غير وجه بحري. طبعا هنا بتبقى درجه الحراره في وجه في هنا في سقوط امطار، وفي وجه بحري والكلام ده واسكندريه والبحيره وكفر الشيخ والحاجات دي بيبقى فيها ايه سقوط امطار ودرجه حراره منخفضه، فالتربه بتحتفظ بكميه كبيره من الايه من رطوبتها. وطبعا ربنا ادى المحاصيل البقوليه دي ان المحاصيل البقوليه دي حساسه للايه للميه جدا، يعني الفول ممكن يتروي في وجه بحري بريتين يعني ريه الزراعه وريه المحايه وبس مع سقوط الامطار وكمل. في وجه مثلا قبلي 3-4 ريات على حسب ايه على حسب نوع التربه وحسب احتياج النبات. انا كمزارع ما اديش عمال على بطال الايه ان انا اروي التربه على طول كده، لا ما انا هسبب ايه هسبب عمليه اختناق للنبات نفسه، فالجذور بتاعت النبات مش هتتنفس ومش هتتنفس، وبالتالي النبات مش هيبدا يستفيد من العناصر الغذائيه الموجوده في التربه. تاني حاجه ان هبدا في فتره ايه نشاط الايه المسببات المرضيه تحت. المسببات المرضيه دي كائنات بتلاقي حاجات ايه بتلاقي عند الظروف الملائمه ليها فهتنشط، وبالتالي ايه هتصيب الايه هتصيب الجذر بتاعي، وبالتالي الجذر ده هو الايه المصدر الرئيسي للغذاء الايه لغذاء النبات نفسه. بعد عمليه الري تسميد
التسميد ده طبعا يعني زي ما انا قلت في البدايه ان الفول وان هو بيكون عقد جذريه وبيثبت الغلاف الجوي. طبعا انا بحاول ان انا طبعا في حاجه في تسميد اللي هو التسميد الفوسفاتي والتسميد البوتاسي. التسميد الفوسفاتي ده ليه فايده كبيره جدا ان انا بحاول عمليه تفكيك للتربه وبان انا بخلي العناصر اللي هي اللي هي سهله في ان النبات بتبقى في صوره ميسره في ان النبات يحصل عليها بكل سهوله ويسر. وطبعا في التسميد البوتاسي ده بيعمل عمليه تقويه الجدر والحاجات دي علشان لما جدر النبات يبقى قوي فما يقدرش ان المسبب المرضي يخترقه او يحصل له يعمل له اصابه. طيب قبل ما ننتقل للمرحله اللي بعد كده خلينا نقف عند التسميد شويه، خصوصا انه التسميد من اهم العمليات الزراعيه لمحصول الفول وفيها كثير من التفاصيل، فهرجع لحضرتك مره ثانيه عشان نتكلم عن التسميد بشكل مفصل اكتر. بس خلينا ناخد استاذ محمد من كفر الشيخ. يا استاذ محمد اهلا بيك. يا استاذ محمد معاك يا فندم. اتفضل يا فندم مع حضرتك. انا عندي الفول لو سمحتي. يعني ايوه يا فندم انا عندي الفول حضرتك مكعور كده ووراكم مكعبشت واحمر من تحت. تمام. طيب هو انت عشان بتستنى تسمعني من التليفون والتلفزيون فمش عارف تديني الاستفسار الكامل، مش عارف تتواصل معايا بشكل كامل. تقدر توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون؟ يعني انا ارجوكم يا جماعه يعني نتواصل مع بعض تليفونيا الاول واحنا هنسمع الاجابه عن طريق التلفزيون، لكن انا علشان اخد نص السؤال انا مش هعرف اجاوب عليه وبالتالي ضيفي الكريم كمان مش هيعرف يجاوب عليه، لكن هنحاول. هو عنده الفول بيقول ان هو يعني مكعور كده وفي بعض الكراميش، هل ده ناتج عن مرض معين؟ طبعا ده هو يعني ده غالبا اولا لان طبعا زي ما انا قلت في المرض النباتي لابد ان انا اشوفه بعيني عشان ابدا اشخص صح، لازم اشوف الايه لازم اشوف المرض بنفسه. بس انا اقدر اقول له ان ده ممكن تكون اصابه فيروسيه يعني، بس يعني ممكن اشوف حاجه ثانيه ممكن تكون اصابه فيروسيه. فليه النتيجه ممكن هو يكون زرع متاخر فبالتالي زرع متاخر ففي بعض الحشرات بتعمل عمليه نقل للامراض الفيروسيه دي فايه فده يمكن ده عنده اصابه فيروسيه. يتعامل ازاي معاه الاصابه الفيروسيه ديت؟ بتبقى يعني ايه يعني هي بتبقى حاجه زي جاهزيه، يعني النبات لما بيحصل له اصابه فيروسيه ما بيقدرش يكمل دوره حياته بنجاح، او نكملها هيبقى يعني نبات متقزم، هتبقى عدد القرون اللي عليه قليله، عدد الازهار قليله، فبالتالي عدد هيبقى مش بصورته الطبيعيه. فبالتالي نحن اللي هو يبدا يعمل ايه عمليه مكافحه للايه للمسببات او الحاجات اللي بتنقل الاصابه الفيروسيه اللي هي الحشرات اصابه او اللي هي الاصابه الفيروسيه دي نتيجه موجود الحشرات عنده زي حشره المن والزبابه البيضاء، يعمل عمليه لها ايه وقايه بيستخدم المبيدات الموصي بها من لجنه مبيدات الافات الزراعيه وبيعملها بها، فبالتالي بيقدر يقلل من الايه من انتشار الاصابه ديت وبيعمل عمليه قلع للنبات ده. النبات ده كده هيبقى مصدر عدوى، عمليه قلع ليه يقلعه من الحقل ويتم حرقه خارج الحقل. بس ده عشان يبدا ايه هيقلل ايه هيقلل الاصابه. جميل. طيب احنا نرجع تاني للتسميد. تمام. وزي ما قلت لحضرتك انه التسميد ده دايما لمحصول الفول بيبقى عليه كثير من الاستفسارات وكثير من التفاصيل لدى المزارعين. السؤال الأهم في التسميد، هل الفول البلدي بيحتاج كميات سمادية عالية علشان يديني إنتاجية وجودة عالية ولا الكلام ده مش صحيح؟ لا الكلام ده غير صحيح. لأن الفول زي ما أنا قلت في البداية في التسميد طبعا على حسب طبعا قلت نوع التربة، لأن الفول ده من المحاصيل اللي بتجود في كل الأراضي كل الأراضي سواء الطينية الاراضي الصفراء ما عدا اللي هي الاراضي الملحيه والاراضي اللي هي سيئه الصرف، لكن هو ايه بيوجد في معظم الاراضي. حتى دلوقتي بدا يزرعوه في المناطق الجديده اللي هي مناطق النوبريه والكلام ده اهوت، فبدا ايه ينتشر ده الفول لان هو بيكون عقد جذريه وبيثبت ازوت جوي، فان هو بيحتاج من التسميد الازوتي كميه قليله جدا. يعني لو انا كمزارع لقحت بالتلقيح جبت الكيس العقدين ده ولقحت البذر قبل الزراعه وزرعت كويس انا هوفر، انا مش الفدان بس مش هيحتاج غير حوالي 15 وحده ازوت 15 كيلو ازوت، يبقى انا وفرت حوالي يعني اكتر من مثلا حوالي 150 كيلو جرام ازوت كميه كبيره.
نفس النظام في التسميد الايه اللي هي الفوسفاتي. التسميد الفوسفاتي بيحتاج برضك معدل، المعدلات اللي هي الموصى بيها بيستخدمها، ده ممكن اضيفها قبل الايه قبل الزراعه، علشان طبعا زي ما انا قلت في البدايه بتحسن خواص التربه والكلام ده. نيجي ثلاث نوع من التسميد اللي هو ايه، التسميد الايه البوتاسي، بيحتاج الفدان بيحتاج حوالي 50 كيلو جرام يعني شكاره، عشان طبعا انت حضرتك عارفه ارتفاع الاسمده بتاع، فطبعا الفول من المحاصيل اللي انت ايه لابد ان انت تسمدها بالمعدلات المطلوبه، حتى عشان بس ما ايه ما يحصلش لها ايه تبقى، لان زياده الاسمده فيها هيعمل عمليه زياده المجموع الخضري، فهتبقى عرضه للاصابه بالايه بالاصابه بالافات المرضيه والحشريه، ده هيزود الاصابه بالامراض هيزود لبعض المزارعين. طيب خليني اقول لك على حاجه، برغم انه بعض المزارعين او الكثير من المزارعين بقى عندهم الوعي الكافي الحقيقه في موضوع الاسمده، لكن بما اننا هنا دايما بنشكل حلقه الارشاد الزراعي للمزارع، بما ان حضرتك الباحث وانا حلقه الوصل والمستقبل موجود امام حضراتنا، فخلينا نقول للمزارع الذي ما زال حتى هذه اللحظه يعتقد انه الاسراف والاستخدام الغير امن للاسمده يدرر المحاصيل الزراعيه ويعطي انتاجيه عاليه ويعطي جوده عاليه، تقول له ايه؟ تنصحه بايه؟ لا انصحه، انا اقول لك انت راجل يعني كمزارع عارف ارضك ايه وعارف احتياجات ارضك ايه وشايف المحصول بتاعي، لو انا شايف المحصول بتاعي ينمو بطريقه جيده وقدامي في صوره كويسه والاوراق والحاجات دي والمجموع الخضري كويس والمجموع الجذري كويس، وانا تم يعني بعد ما عملت بالعقدين قلعت بعض النباتات ولقيت العقد الجذريه متكونه بطريقه صحيحه وكويسه وبطريقه مش محتاج ده كل الاسمده دي. ليه الاسمده ديت اخد يعني على حسب احتياجات النبات انا اضيف الاسمده، لو إن حسب لو انا عايز لو انا شايف ان المجموع الخضري مثلا فيه عمليه اصفرار وحاجات ديت اللي هي بتبقى الامراض الفسيولوجيه، ابدا عمليه ارش بعض الايه العناصر اللي هي العناصر في صوره ايه في صوره العناصر الصغرى زي الكبريت والمنجنيز والحديد والكلام ده، برشها بالمعدلات المطلوبه على النبات. بعد كده حاجه تانية ان انا اشوف لو النبات محتاج في على طريق الجذر ابدا اسمد عن طريق الجذر بس، لكن هو على حسب احتياجات النبات، مش عمال على بطال احط كده على ايه ان انا احط كده ايه يعني اضيف على طول كده وخلاص، لا ما ينفعش. فبالتالي انا اللي في الاخر هعمل عمليه تكلفه زايده، وبالتالي برضك في الاخر هعرض النبات للاصابه بالامراض النباتيه. ثالث حاجه في الاخر ان ده اعتقاد خطا ان انا مش هيدر عليا دخل، ولا المحصول هيكون قرون زياده ولا هيعد بس. لا. جميل. طيب ننتقل لمرحله ما بعد التسميد للفول البلدي، بنعمل ايه بعد كده؟ لا بعد كده التسميد، بعد كده انا بقى دور ان انا بقى بشوف النبات ان انا ايه بالنسبه للامراض. الامراض النباتيه طبعا في فتره طبعا احنا داخلين زي ما انا قلت الفول البلدي اصاب بامراض بتسيب المجموع الجذري وبتاثر على بتهبب عفن للبذره تحت سطح التربه، او ممكن بعد الفلاح وهو بعد ما النبات يطلع ب 15 20 يلاقي بعض النباتات حصل لها ايه رقاد، وقعت كده من على الايه سقطت من على الايه من على الخط، فده برضك نتيجه ايه وجود برضك مسبب مرضي بيصيب البادره من عند منطقه اتصالها بسطح التربه، بيعمل لها زي بيخنقها كده خناق، فبالتالي النبات ما يقدرش يشيل البادره او بيقوم راح ايه وقع الايه او بيروح عامل لها سقوط البادره، وده بنلاقيها كتير. دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى في بقى اللي هو الامراض اللي هي بتسيب المجموع الجذري زي مرض اللي هو ايه اللي هو مرض الذبول، وده المرض ده بيصيب النبات وهو صغير يعني الفطر، تتنادي بقى عمليه الايه العزيق والحاجات ديت بيحصل طبعا، ونريد ان الشعرات الجذريه ديت بيحصل لها احتكاك في سطح التربه، فبيحصل ان الفطر بيدخل، طبعا انت ما بتشوفوش ولا انا بشوفه، بيدخل داخل الشعرات الجذريه ديت، فبيبدا الفطر ده ينمو وينمو داخل الاوعيه النقله بتاعت النبات نفسه، ويبدا يدخل ويكون بقى اللي هي الميسيليوم الحاجات بتاعته الميسيليوم والخطوط الفطريه، وبالتالي يبدا عمليه ايه يسد الاوعيه الخشب واوعيه الاوعيه النقله في النبات، فبالتالي يحصل نبات اختناق، النبات مش هيقدر يمتص الميه والعناصر الغذائيه من التربه، فيحصل ايه اصفرار، يبدا الاصفرار ده يظهر من فوق لتحت، وبالتالي يحصل ذبول للنبات، وبالتالي ما بيقدرش يكمل ايه ما بيقدرش يكمل دوره حياته. فاحنا بنتغلب على الحاجات ديت ان انا زي ما بقول لك بالعمليات الزراعيه زي ما بقول لحضرتك بالعمليات الزراعيه الجيده،
وان انا ممكن برضك اعامل البذر لو انا عارف ان ارضي فيها موبوءه بالمسببات المرضيه اللي هي تحت سطح التربه، ابدا اعمل البذره ديت ببعض المبيدات الموصي بها. في مبيدات ممكن اعمل البذره بيها بالمعدلات بتاعتها وازرعها، فبالتالي هتغلب على المسببات اللي بتصيب المجموع الجذري. جميل. اول ما بنقول امراض او اول ما بنقول مكافحه امراض، بيجي في خيال المزارع على طول المبيد واستخدام المبيد. هل هي الخطوه الاولى للتعامل مع امراض النباتات الخاصه بالفول البلدي؟ لا طبعا، ده المبيد ده هو يعني هو زي ايه، انا بشبهه زي الجراح اللي بيستخدم اخر حاجه في وسائل مكافحه. يعني انا المبيد ده اخر حاجه، اخر خطوه خلاص. ده انا في البدايه انا كنت بس عايز اكمل على موضوع بعد ما يعني اتكلمت في امراض المجموع الجذري، اتكلم بقى في امراض المجموع الخضري، وان طبعا في خلال شهر يناير وفبراير في مرض بيصيب الفول. طبعا ده اشهر اخطر الامراض، اللي هو ده مرض اللي هو التبقع البني او الشوكولاته. وده طبعا مرض يعني لو جه في النبات، لو اصاب النبات في مرحله الازهار ممكن يسبب خسائر تقدر 50% واكتر. ان طبعا ده ما بيسيبش يعني بيصيب كل حاجه في وسط التربه، كل الاوراق والازهار والسقان. فبالتالي المرض ده بيحتاج لدرجه حراره منخفضه ورطوبه عاليه، فبالتالي ممكن ده ينتشر. وده خصوصا انتشاره فين؟ انتشاره في ايه؟ في الوجه الايه؟ البحري. طيب انا هرجع لحضرتك مره ثانيه علشان حضرتك برضو انتقلت لنقطه مهمه جدا. وهي خطوره الامراض النباتيه الخاصه بمحصول الفول. احنا بنتكلم على محصول تقريبا موجود في كل بيت. تمام. كل يوم، فهو من المحاصيل الاستراتيجيه الاساسيه. احنا بنطلق عليه كمصريين مسمار البطن، مفيش غنى عنه ابدا للمواطن المصري. فاذا خطوره امراض النبات هنا خطوره اقتصاديه، خطوره استراتيجيه في المقام الاول. هرجع لحضرتك مره ثانيه عشان نتكلم عن النقطه دي، بس خلينا ناخد استاذ ابراهيم من اسماعيليه. يا استاذ ابراهيم اهلا بيك يا فندم. استاذ ابراهيم اهلا بيك يا فندم معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. انا بتصل للدكتور. الو، معاك يا دكتور. انا معاك اتفضل، اسمعني من التليفون يا استاذ ابراهيم بعد اذنك. قبل ما اسمعك خالص وطي التلفزيون واسمعني بس من التليفون عشان اقدر اسمعك كويس. ماشي يا استاذ، اتفضل. ماشي يا استاذ. ايوه استاذ، اتفضل تحت امر. انا جرى الفول بقالي شهر ونص كده. تمام. وعملية التعطيش حلوه للفول ولا وحشه؟ وايه؟ عطش الفول ولا فيه تعطشه ولا لا؟ طيب تمام. حاضر. اي سؤال تاني يا استاذ ابراهيم؟ الف شكرا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. في الجو ده يعطش الفول ولا لا؟ لا، هو ذكر الاول ان هو من الاسماعيليه. وطبعا ارض الاسماعيليه دي ارض رمليه، وطبعا ارض رمليه ديت فارض بتحتاج ميه. هو طبعا ما ذكرش ان هو زارع على يعني زارع ري غمر ولا ري تنقيط ولا حاجه زي. فطبعا لا، ما يقدرش يعطش الفول في الارض الرمليه، لان طبعا هي ما بتحتفظش بالايه؟ بالميه. فبالتالي يدي الريه، لان هو في الارض الرمليه ديت بيروي على حسب احتياج النبات، وحسب لو في سقوط امطار عنده باستمرار لا ممكن ما يرويش. يعني مثلا في مطر هيروي ليه؟ لكن لو مفيش مطر والارض قدامه جافه لا، لازم يدي النبات، فالنبات هيحصل له عمليه ذبول. وممكن لما يحصل له ذبول ممكن يقول لك ده ذبول مثلا من المسببات المرضيه. لا، ده ذبول من الايه؟ نتيجه ايه؟ حاجه اسمها الذبول الفسيولوجي. حاجه الامراض الفسيولوجيه ده نتيجه الايه؟ التغيرات المناخيه اللي بتحدث في الايه؟ في الوطن العربي او في العالم. جميل. طيب خلينا ناخد كمان استاذ صابر من الشرقيه. يا استاذ صابر اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. لو سمعت كنت عايز اسال الدكتور، بس انا عندي شياط واللون اللي هو البق والصدى ده اللي على الفول حضرتك. اللي هو الشياط، الورق شايط كده والصبا. اصل انا زرعت حضرتك بدري شويه، زرعت في شهر 10 في اخر 10. فحاليا دلوقتي حضرتك احنا ارضنا جبليه، يعني ارض اللي هي ارض جبل يعني صحراويه. فحضرتك عندي شياط وعندي صدى على الفول. طيب حاضر. عملت اي طريقه لمكافحه الشياط والصدى ده؟ رشيت حضرتك، رشيت فطري ورشيت حشري، بس ما فيش فايده برضه. طيب حاضر، هرد عليك حالا. بشكرك يا استاذ صابر، شكرا جزيلا. هو رش فطري وحشري هو دلوقتي هو ما جابش معاه نتيجه. ما هو انا اقول لحضرتك،
هو طبعا هو بيقول لك الفول عنده شياط، وهو الشياط ده انا برضو هرجع اقول لابد ان انا اشوف العرض المرضي علشان اقدر احكم صح. يعني انا هتكلم، هو قال لي صدى ما في صدى دلوقتي خالص، صدى ما الفول ما يتصابش في صدى النهائي في الزر، الصدى بيجي في خلال شهر 3 و4 عند ما يبدا الجو يحصل ارتفاع درجه الحراره، انما دلوقتي ما فيش صدى خالص. هو ده غالبا ممكن يكون نتيجه الاصابه بالايه ببعض الايه المسببات الايه الحشريه زي الايه صناعات الانفاق والمن والحاجات دي. فده اللي فهو يبدا برده عشان طبعا هو مش عارف هو زارع صنف ايه الاول، وهل هو طريقه الزراعه ايه، او هو عمل ايه، هو طبعا زرع ايه، هو زرع بدري شويه، هو كان المفروض يزرع يعني يزرع بعد في اول 11 كده عشان ايه يتلاشى الحاجات دي، خصوصا برده عشان انت عارف حضرتك الجبل والارض الجديده دي طبعا بتبقى ايه عرضه للرياح ونشاط الرياح بصوره كبيره قوي، فممكن يسبب ايه عمليه صقيع للفول. لانه هو طبعا ممكن يكون الارض بتاعته مش ايه مش ما زرعش حواليها سياج عشان يحمي من الرياح والحاجات دي. هل برضو في الحاله دي الصح ان هو يبادر باستخدام المبيدات سواء حشري او فطري؟ ما هو لو لقى عنده الاصابه شديده ولقى عنده يعني هو راجل بيفحص ارضه راجل، او هو لو عنده المشكله دي لو المشكله دي مش وصل لها حد، هو ممكن طبعا في كل محافظه في محطه بحثيه الزملاء بتاعتنا الزملاء هناك في الامراض يبدا ياخد عينه ليهم هناك، او يعمل او يقدر لو عنده مشكله كبيره ومساحته كبيره نقدر احنا ممكن يعني من عن طريق المعهد بتاعنا معهد بحوث امراض النباتات وعن طريق معهدنا والاستاذ الدكتور اشرف السعيد مدير المعهد يطلع المختصين في القسم المختص ونبدا نفحص له الحقل بتاعه او المزرعه ونديله تقرير او نبعت تقرير لحضراتكم والتوصيات اللي هي ايه اللي هي اللازم اعملها، لان هو ايه اقصى حاجه ان المزارع بيعملها ايه انه بياخد نبات او بيروح يقول لصاحب المبيدات انا عندي كذا مشكله بديله كده، هو ممكن يكون مش متخصص وبتاع ده، فهذه المشكله في او ممكن حتى يكون مش عارف يعني يشرح المشكله بس يوصف كمان. ما هو اللي هو العرض او معرفه العرض نص العلاج، يعني صحيح. ما نعرف المرض نص العلاج، انا جبت صح، انما الوقت انا حدي على حاجه انا مش شايفها، ما انا لو شفت ده المرض اقدر احكم عليه تبقع بني، صدأ، اصابه حشريه، اصابه فيروسيه، اصابه زي نتيجه العوامل نتيجه اللي هي الظروف البيئيه، اقول له لا ده انت عشان انت عطشت، ده انت مش عارف، ده انت رويت زياده، ما هو برضو كده الري الزياده يعني انت تنصحه ان هو يلجا للمحطات البحثيه عندهم هناك عنده محطه البحوث في الاسماعيليه يلجا ليها. طيب لو المشكله كبيره قوي يتفضل عندنا في المعهد واحنا هنحل المشكله. في الشرقيه في الشرقية روح محطة بحوث هناك في الشرقية. طيب جميل، خلينا بقى ننتقل للملف اللي هو من الملفات اللي شوية بتبقى اقتصادية بتهم الاقتصاد في المقام الأول، خصوصا لما بنتكلم عن محصول من المحاصيل اللي زي كده، الرز، القطن، القمح، الفول البلدي. الفول البلدي كمان من المحاصيل الهامة جدا اللي ما بتقلش أهمية عن كل المحاصيل اللي أنا ذكرتها. إذن الإصابة بالأمراض للفول البلدي كيف تؤثر اقتصاديا على الاقتصاد القومي بقى، بما أننا بنتكلم على محصول استراتيجي قومي. تمام. الأمراض النباتية الأمراض عموما بتسبب خسائر على مستوى العالم كله، مش على مستوى بس محصول الفول البلدي، فلكن المحصول الفول البلدي لما يصاب بالامراض الفطريه او الامراض الفيروسيه فدي هتاثر عليه، اللي هتاثر هتدي فقد جامد في المحصول، وبالتالي هتدي مثلا لو الفدان بيجيب معدل اللي هو بتاعه الطبيعي هيبدا يقل، فبالتالي ان المزارع مش هيقدر يستفيد من الايه المزارع او مش هيقدر يحصل على الناتج اللي هيقدر ايه يبيعه وهيبدا يحصل على ايه على العائد بتاعه. وتاني حاجه ان طبعا ان انا ابدا عمليه الايه اللي هي المكافحه المتكامله سموها المكافحه المتكامله لامراض النبات، نبدا جميع اتخذ كل الوسائل الممكنه للحد من الايه الاصابه بالايه مسببات المرضيه، وبالتالي ان انا اللي هي زي ما احنا قلنا في صنف نباتي اللي هو الصنف النباتي المعتمد، الزراعه في الوقت المناسب، عمليه زراعيه جيده، لو حصل عندي بقى ابدا في عمليه ان هو ابدا عمليه الرش الوقائي بالمبيدات خصوصا في امراض المجموع الخضري زي اللي هي التوقع البني والصدى، ابدا عمليه الرش الوقائي اللي هو ان انا بتوقع من دلوقتي ان انا في شهر يناير وفبراير في هيبدا عند سقوط امطار ودرجه حراره منخفضه ابدا ارش الايه بالمبيد الموسمي المبيدات المعتمده من لجنه مبيدات الافات بوزاره الزراعه.
يمكن مرض الهلوك من اكثر الامراض انتشارا واكثر الامراض الشائعه لمحصول الفول البلدي، والحقيقه بيجينا عليها كتير جدا من الاستفسارات والاسئله حتى في غير المواضيع الخاصه بالفول البلدي. المرض ده اسبابه ايه، وازاي انا كمزارع اعرف ان ده فعلا هلوك وازاي اكافحه؟ طبعا الهلوك ده هو من ضمن يعني من احد الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى عزوف المزارعين والفلاحين على زراعه الفول البلدي. لان طبعا يعني المزارع يزرع اي محصول تاني ما يتصابش بالهلوك، يزرع الفول البلدي يتصاب بالهلوك. طب يعني هو يعمل ايه بقى، او المزارع ده يعمل ايه؟ لابد ان يعمل يعني يشوف الارض بتاعته، لو الارض بتاعته مبوءه بالهلوك. في طبعا في حاجات دلوقتي، في طبعا معهد المحاصيل تم انتاج بعض الاصناف المتحمله، مش هنقول ما فيش حاجه صنف مقاوم، لان المقاومه دي ممكن تتكسر بان المسبب المرض دهوت بيتغلب عليها، او فالهلوك دهوت الاصناف دي تكون متحمله للاصابه بالهلوك. بيزرع الصنف دهوت، وبعد ممكن بعد كده لما بعد في مرحله طبعا بذره الهلوك ديت بتعيش في التربه فتره كبيره جدا، وان الهلوك ده الشمراخ الزهري بتاع الهلوك ده بيحمل حوالي اكتر من 200 الف بذره. طب في بدايه لما بيبدا عمليه تزهير الفول بيبدا الهلوك ده يظهر فوق سطح التربه. انا كمزارع لقيت عندي ارض مش موبوءه يعني شديده، مش نسبه الاصابه بتاعتها قليله، ابدا اعمل عمليه تقليع لهذه الشماريخ، وابدا عمليه حرق ليها خارج خارج الحقل. زي ما قلت في ابدا زراعه اللي هي الصنف المعتمد، وعمليه برضو كده ممكن استخدم في بعض المبيد بعد تزهير الفول، ابدا برشه ورشتين بالمعدلات اللي هي الموصي بيها. تاني حاجه ممكن بعد في حاجه اسمها في بعض ان بعض كده الفلاحين بيعمل زي حاجه اسمها الكثافه النباتيه، يعني يشغل كثافه يشغل الفول في وحده المساحه بتاعته، فيزرع نباتات كتير، فبالتالي بذور الهلوك مش هتلاقي لها فرصه ان هي تظهر في سطح التربه. جميل. طيب واحنا بنتكلم عن العمليات الزراعيه، يخيل البعض انه عمليه التخزين بعيده تمام البعد عن الاصابه بالامراض او عدم الحفاظ على المحصول. مرورا بكل هذه العمليات الزراعيه في الاخر بننتقل لعمليه التخزين، اما تكمل على ما بداناه منذ اول عمليه زراعيه حتى اخر عمليه زراعيه او حتى الحصاد، او تقضي على كل اللي فات. تمام. ازاي بعمليه التخزين للفول البلدي اقدر احافظ عليه واقدر احافظ على جودته؟ تمام. الفول البلدي طبعا يعني انا دي اللي حضرتك بتكلمي دي اللي هي امراض اللي هي بتحدث في المخزن. اللي هي امراض اللي هي ما بعد الحصاد، اللي انا بالامراض ديت ان انا نتيجه ان انا الفول تم بعد مرحله النضج بتاعته ومرحله ان القرون خلاص تمت نضجها بالكامل. بعد كده ابدا ان انا اعمل عمليه لها دراس في الوقت المناسب، لا تكون نسبه الرطوبه عاليه ولا تكون نسبه الرطوبه عاليه. فنسبه الرطوبه عاليه لما البذور تحتفظ بنسبه الرطوبه العاليه دي هتبقى عرضه لان هي تحمل بعض المسببات المرضيه اللي موجوده في التربه او الموجوده في الهواء، وبالتالي هتيجي الظروف الجويه حضرتك نقول لك الظروف الجويه هتيجي في المخزن، هتبدا المسببات ديت هتنشط على البذره ويحصل لها يحصل لها عفان وتعفن البذره، وبالتالي القيمه الاقتصاديه لبذور الفول فتقل. فلان طبعا ان الفول دلوقتي البذ او الفول عشان طبعا هو طبق لا غنى عنه في كل البيوت المصريه، طبعا لو حصل لها عفان والكلام دهوت مش هيحصل لها تسويق، وبالتالي المزارع هيخسر كتير قوي من بعد من من محصول من من محصول بيقعد فتره في الارض من حوالي من شهر مثلا 11 لحد شهر 4 و5. فبالتالي لابد ان انت تحصد في الوقت المناسب. يعني في ان الفول يكون عمليه النضج بتاعته تكون مناسبه في وقت الحصاد. جميل. طيب خلينا ناخد استاذ علي من الجيزه. يا استاذ علي اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. لو سمعت ازارع محمل فول على القمح. تمام. محمل فول على القمح وعاوز ارش زمير. عاوز ارش زمير. تمام. ارش بايه؟ حاضر. بشكرك يا استاذ علي، شكرا جزيلا. محمل فول على قمح وعايز يرش زمير، يعمل ايه؟ يرش بالمبيد اللي هو الموسمي. يعني هو احنا ما يعني ما بنفصحش باسماء المبيدات عشان ما تبقاش دعايه للشركات والكلام دوت. هو لو يعني برضو راح للمتخصصين، يعني دايما انا بقول لاخواننا المزارعين ان لما يكون عندك مشكله مش عيب انك تسال،
اسال في بتاع القمح، اساله بتاع امراض القمح، بتاع الحشائش، بتاع الامراض الوقليه كده، فهيديك العي الصح. ابدا رش، بيقول لك هترش ليه؟ لان انت ممكن تروح ترش تاخد مبيد يضر الفول، يبقى انت كده، يبقى انت خسرت. لا، خد المبيد اللي هو الايه المناسب الملائم بالتوصيه المناسبه، وتبدا تكافح بيه الايه الافه اللي انت عايز تكافحها. طيب، وخلينا ننوه برضو انه على الموقع الخاص بقناة مصر الزراعية في الكتاب او محمل الكتاب الخاص بلجنة المبيدات، واللي وضعته لجنة المبيدات للتعامل مع جميع المحاصيل الزراعية، وازاي اختار المبيد المناسب، وازاي كمان نقطة مهمة جدا جدا في ممارسة اي مبيد في الدنيا، النسب، وازاي اتعامل مع المبيد، انه النسب دي الحقيقه جداً. من الحاجات اللي بتودي في داهيه، يعني حاجه حضرتك كمان رهيبة. حضرتك الكتاب ده هو مفيد كمان، مش مجرد بس انه جايب لك اسماء المركبات او واللي هي التركيز بتاعها او كيفيه الاستخدام بتاعتها، لا ده جايب لك كمان يعني شامل على ان صور اعراض للمرض سواء امراض فطريه او فيروسيه او حشريه، او يعني ده موسوعه كامله، وكل سنه بيحصل له تحديث، يعني كل سنه لجنه المبيدات الافات الزراعيه بتحدث بتعمل لها تحديث، تشوف المبيدات اللي هي ما جابتش كفاءه بتستبعدها، المبيدات تدرب البيئه بتستبعدها، المبيدات اللي هي اللي جابت كفاءه عاليه بتشجعها. وطبعا في دلوقتي ان احنا في بعض المبيدات اللي زي يعني عشان طبعا الاسراف في استخدام المبيدات وتاثيرها الضار على البيئه وعلى صحه الانسان والحيوان والبيئه نفسها، برضو اتجهت ان احنا بعض المبيدات اللي هي الايه المبيدات الحيويه، مبيدات امنه، حتى لو المبيدات المبيد الكيماوي جاب مثلا 70% والمبيد الثاني جاب 60، لا اخذ الحيوي، لان هو اكثر ايه امانا على صحه الايه الانسان والحيوان واقل تاثيرا على البيئه. يعني نقدر نقول انه كتاب المبيدات او الكتاب الموصى به من قبل لجنه المبيدات على موقع قناه مصر الزراعيه هو صديق اخر للفلاح، زي تطبيق هدهد اللي اعلنت عنه وزاره الزراعه الاسبوع قبل الماضي، وهو ايضا من التطبيقات الهامه جدا في عالم التعامل مع الامراض والتعامل مع النباتات والتعامل مع المحاصيل الزراعيه. دلوقتي بقى عندنا اكتر من وسيله نقدر بيها نتعرف كيف نتعامل مع الامراض، ازاي نتفادى هذه الامراض، ازاي نبدا بدري، لانه كل ما بنبدا بدري كل ما الخسائر بتبقى اقل، صح ولا لا؟ تمام. طيب، مكافحه المرض يمكن بتبقى واحده من اهم، زي ما احنا بنقول كده، يعني بنحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه. تمام. من هدر المحصول. لكن هيجي وقت زي ما حضرتك قلت هيبقى لازم نستخدم المبيد. تمام. ولازم نتعامل مع المبيد علشان نكمل الحفاظ على الارض الزراعيه. بما اننا بقى فتحنا ملف المبيدات، فهنتكلم عن المبيد او استخدام المبيدات لمحصول الفول البلدي، او خلينا نعيد صياغه الجمله من جديد، الاستخدام الامن للمبيدات والتعامل مع الفول البلدي. معانا مين؟ استاذ موسى من البحيره. يا استاذ موسى، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. اكلم الاستاذ؟ والله طبعا، اتفضل. عندنا المهندسه عايزين، يا باشمهندس عاوزين العلاج للهلوك ده، يعني ليه الادويه ولا ليه مبيد، ولا هو كده ملهوش علاج غير ان يطلع مع الفول ويأذي كده في الاماكن اللي احنا بنزرع؟ طيب، انا فهمت سؤالك، انا بشكرك يا استاذ موسى. يعني هو قصده انه ينفع نبدا من الاول علشان ما يظهرش الهلوك معانا، ولا لازم نستنى لما يظهر ونتعامل معاه؟ لا، انا ابدا انا ما انا قلت في البدايه ان المزارع هو يكون عارف الخلفيه على ارضه دي فيها موبوءه بالهلوك. فابدا، هو عايز يزرع فول، الراجل عايز يزرع فول، وهو شايف ان الفول ده طبعا محصول استراتيجي ومحصول مهم للشعب المصري والكلام ده، ومهم ليه، فهو عايز يزرع فول. لا، انت عندك هلوك، خلاص يبقى انت اعمل عمليه ايه، نقول له طب خلاص اتاخر شويه في الزراعه، تاخر شويه، يعني بدل ما انت في وجه بحري هو في بحيره، في البحيره ازرع على اخر شهر مثلا ايه نوفمبر، يعني على اول ديسمبر ازرع فول. تاني حاجه نقول له ايه، نقول له طب اعمل ايه تاني، ازرع بقى الصنف الموس المتحمل، زي ما بقول لك الاصناف اللي هي المتحمله اللي موجوده فين، في وزاره الزراعه، وبتنتجها المحاصيل الزراعيه اللي هو معهد المحاصيل وبالتعاون مع الاداره المركزيه للانتاج التقوي، خد الصنف ده وازرعه. تاني حاجه بعد كده لما تلاقي عندك خلاص ده، يعني انت كده تالت حاجه بعد كده ايه، خش بقى بالمبيد.
استخدم نبيد اللي هو الموسمي رشه ولا رشتين، يبقى كده انت بتحاول سنه مع سنه مع سنه هتقلل ايه نسبه الايه الهلوك في الايه في الارض الزراعيه بتاعتك. طيب انا خلصت كل طرق المكافحه البعيده تماما عن المبيدات، مبقاش عندي اي وسيله غير اني استخدم المبيدات. تمام. ازاي استخدم المبيدات؟ الاستخدام الامن للتعامل مع الامراض الناجمه عن الفول البلدي. تمام. طبعا المبيدات وفي لجنه مبيدات الافات الزراعيه طبعا هم عملوا حاجه اللي هي دلوقتي موجوده في لجنه مبيدات الافات الزراعيه اللي هي ايه مطبخ المبيدات. طبعا قبل ما انا اجيب المبيد الطرق التطبيق بتاعته، انا ممكن معايا المبيد بتاعي مبيد ممكن يكون ممكن الافه موجوده والمبيد بتاعي موجود، ابدا بس انا جيت في وقت طبقت غلط مش ملوش اي لازمه، وانا عملت تكلفه عليا وفي التالي مفيش عائد ايه اقتصادي. لا انا اي انا عارف ان الفول، انا طبعا للناس المختصين يقول لك الفول ده هيتصاب بالتبقع البني والصدى وبعض اللي هي طبعا التبقعات الاخرى، ففي شهر ايه في شهر يناير ابدا عمليه ايه اجيب المبيد الموصي بيه بالتركيز المعين وابدا اعمل فيه. طبعا ما ارش طبعا ما ارشش في الصبح في الصباح الباكر، لا بعد تطير الايه الندى والكلام ده ابدا ارش بالمعدلات اللي هي المطلوبه وارش اغطي كل مساحه الفول بتاعتي. فبالتالي انا لما يجي المسبب المرضي او الجراثيم بتاعته والحبتات المسبب المرضي هتلاقي في طبقه من المبيد على الاوراق والسقان والحاجات دي، فبالتالي هيحصل لها عمليه ايه موت وما تكملش ايه دوره حياتها وما تصيبش الفول. ده بالنسبه لايه دي بالنسبه للمبيدات اللي بتصيب. في بالنسبه للمبيدات اللي هي زي ما انا قلت في البدايه عامله البذور، في الايه البذور بالمبيدات الايه الفطريه الموصي بيها عشان اقلل نسبه الاصابه بالايه. ونرجع مره ثانيه لكتاب استخدام المبيدات اللي هيفيدنا طبعا. أيوة بشكل كل كبير ده موسوعه فعلا. انا بنصح كل مزارع طبعا دلوقتي حاليا ممكن ينزله على الموبايل بتاعه وعلى لان في طبعا وسائل التواصل الاجتماعي وطبعا بيتحدث كل سنه ده كل في حاجه. حتى لو قرا بس وراح يجيبه ممكن صاحب محل يديله حاجه غير الثانيه او صف له علاج ثاني يقول له لا ده انا عايز كذا وكذا وكذا. ما هي مثلا ما حضرتك هتلاقي مثلا على المرض متوسط بتاع حوالي 10 15 مبيد، كل المبيدات دي تم تجربها في المعاهد المختصه. يعني مثلا بتوع الامراض جرب المبيدات الفطريه، بتوع الوقايه المبيدات الحشريه، بتوع الحشائش مع المركز الحشائش، كل واحد في تخصصه. فبالتالي المبيدات ديت نتيجه يعني ما نزلتش السوق او ما تم تصريح من لجنه الا بعد ما تم تجربها من قبل الباحثين. طيب خلينا ناخد استاذ محمد، واستاذ محمد من البحيره وده هيكون اخر اتصال معانا النهارده. يا استاذ محمد اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. أنا عندي ثلاث فازين فول ورحت دلوقتي نبص عليهم لقيت فيهم تبقع مني. أيام قبل الشتاء برضه حطيت الفدان ثلاث شفار اللوريا ورحت دلوقتي نبص عليهم لقيت فيهم تبقع مني والعود أصفر وما خليتش من تحت. طيب اتعاملت معاهم أي معاملة من طرق المكافحة؟ عملت إيه؟ عملت مكافحة دين اللي هو دين البيت لأنه هو مكان أرض روب. ورشت لهم حشائش برضه اللي هو ده البس والرز برضه. طيب حاضر، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. التبقع البني يتعامل معاه ازاي بشكل صريح؟ هو التبقع البني ده هو بالمبيد الموسمي. في طبعا بقى زي ما انا قلت في مبيدات كيماويه خلاص، يعني هو حيوية. ما عندوش اي حل غير انه يستخدم المبيد الموسمي ويشوف اللي هو في موجود هتلاقيه في كتاب التوصيات على الفول معدل المطلوب المبيد سواء عايز يشتغل مبيد لو عنده الاصابه شديده قوي. سواء انا مقدره جدا ان الناس بتتصل وعايزانا نقول لهم على اسم مبيد مباشر او بشكل صريح، وده مش هينفع ابدا ان احنا نعلن عنه في برنامج المرشد الزراعي. فخليني برضو اقول لكم ان احنا بناكد على معلومه ان انت تدخل تشوف كتاب المبيدات علشان تقدر تحصل على اسماء المبيدات في هذا المنبر، لان احنا هنا من خلال المنبر ده مش هنقدر ابدا اننا نعلن عن اسماء مبيدات. انا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا دكتور سلامه احمد سلامه باحث بقسم امراض المحاصيل البقوليه بمعهد بحوث امراض النباتات. نورتنا وشرفتنا. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا وحضرتك بالصحه والسلامه. وخليني اكد على حضراتكم انه احنا دايما هنا بنعمل على إعادة المعلومة أو بنعمل على أنه نكرر المعلومة بشكل مستمر، وده ملوش أي سبب غير أنه لو هنخرج كل مرة من برنامج المرشد الزراعي بواحد زيادة عرف معلومة زيادة يبقى احنا كده نجحنا. نشوفكم إن شاء الله بكرة على خير وأمان وسلام. وسلام.